تانيش قبل امريكا، انتم عندكم حسن حنا عندنا ربي، انتم شاف تبوسوا اليدين وزعما والمايور والتفال وهذا داكشي زعما يعني كان واحد وكنا ربحنا درنا معهم تعادل تما وتاهلنا، كنا مشينا الطياره الخاصه كان حسن تاني ديك الساعه الله يرحمه اتصل بينا وداكشي في فيستير ودرنا حفله وداكشي في فيستير مع السفير وداكشي مشينا ديريكت للطياره ودخلنا في حالنا. يعني صراحه الشعب واخا يقول لك هذه الناس غالطين وصافي. هادشي في 97 97 95 عام ديباسيتو مع لي فار مع الجيش الملكي. مع الجيش الملكي هذا الماتش ديال الكار دو فينال روتور. واش لا كوب دافريك ولا شامبيون دافريك؟ لا كوب دافريك لعبتو في ملعب بوعقل حفره. لا كوب دافريك راكنا وصلنا كنا لعبنا حنا لا فينال 96 مع لي طوال ديال الساعه. لعبتوا في المغرب تهلتوا فيهم. لا بنا كانت عندهم ديك الساعه موليدات ورا كانت عندهم فرقه زوينه كان عندهم هذاك شريف الوزاني كان عندهم باللومي الله هذاك اللي جا الوداد بالصاوله اش كيقولوا ليه وداك عماره كانت عندهم بوني كيب صراحه كانت عندهم واحد الفرقه كانوا كيلعبوا ديك الساعه تقريبا اغلبيه كانوا كيلعبوا في المنتخب ديك الساعه 97 كانت عندهم بوني كيب كنا ربحناهم في الرباط بجوج لزيرو ومشينا وتعادلنا معهم بواحد لواحد. كان برازي الله يرحمه كان بولا صمادي شمامي دراري تبارك الله جبتي لعبه زوينين صمادي وشمامي وبولا كانوا دراري تبارك الله كانت واحد الفريقه وصلنا بها الفينال هذيك الساعه غير ما كانش عندنا بزاف البونتوش وهذا داكشي يعني ما كانش عندنا لي فيكتي بزاف كتلعب على لاكوب على البطوله كتلعب على لاكوب دافريك وهذا داكشي وصراحه ما كنا نربحوا حتى في تونس تكاف عندنا الحكم حتى هو مشري تما وداكشي ولكن حنا ما كنبقاوش نغوتو ونخرجو ونطبلو بكري كان ما كانش معاهم لكم بكري لاربيتراج ما كانش بحال اليوم راه كاين القجاع مدخل وامور مزيره اليوم شويه. انا صراحه ما كذبش عليك انا كنقولها وكان فاش كتجيني لوكازيون داكشي كنقولها زعما صراحه زعما القجاع راه داكشي اللي دار زعما واحد الطف وجيز لهاد التيرانات وهاد السمي السيد ما غاديش يكون كما كنقولوا يكون باختو غادي يدير كلشي ويحل كاع المشاكل ديال كلشي خص العوين شويه والصبر وداكشي راه غادي زعما باش دير دي زافاس تشوف بحال هكا ويكون عندك اوتور وهادي ويكون عندك يعني مراكز وغادي بشويه زعما صراحه الحمد لله المغرب راه ما كنبش عليك انا راه عندي رجل هنا ورجل لهنا. انت هذيك راه عندك انت فورماسيون ديال لي فار ياك ليكول دي فار لا افون تاع الفورماسيون انت ديال كندخل هكا داكشي زعما كنشوف التوعيه تبارك الله راك زعما عندك المام كلشي وداكشي غير الناس دابا غالطين كما قلت لك انا راه دابا عندي انا في العائله انا عندي خوالي راه كانوا في ترانسميسيون في الصحراء كانوا كاين اللي مشى دابا كاين اللي انا عندي خوالي اللي مشاو للسعوديه وهم ما عرفوش اش ماتوا ولا والو ولدهم اولادهم دابا كبارين تبارك الله راه تزوجوا ولدوا وداكشي يعني راه يتموا الناس. انا البارح سميتو كنعرفوا بان الموضوع في الدار وداكشي راه الجزائر هي اللي مع المغرب يعني راه ما كاينش لا بوليساريو لا والو يعني هادو اللي كيقولوا اخوان وداكشي اللي كيسلحوا الناس عصابات وداكشي باش قتلوا الناس وقتلوا يتموا عائلات يعني راه زعما راه صالح ما كذبش عليك راه الناس راه زعما اذا جيتي تبحث في داك الشيء زعما راه داروا واحد المجازر كبيره وشردوا ناس وتكرسوا على ناس كاين اللي مشى لها الراجل مسكينه هي ما خدامه ما والو تكرسوا الدراري وداك الشيء يعني راه كاينين معاناه كبيره الناس راه غالطه دابا كتشوف هذا الشيء ديال دابا ديال كيكذبوا عليهم بهذيك خاوه ماشي عداوه ولا راه هما اللي مخرجين هذا السيستيم هذا الهضره وهذا داك الشيء الناس غالطه. انت دابا الاب ديالك عسكري ياك؟ انا الاب ديالي عسكري مربط مربط وانت كنت في ليكول دي فار في ليكول دي فوت ديال لي فار. في ليكول دي فار انا بغيت نعطيك هاد الشهاده ديالي بيني وبينك وداك الشيء باش تغني لك شويه سميتو الناس تزيد توضحها وهذا داك الشيء الناس غالطين بزاف يعني راه حنا شاهدين انا حنا راه مشينا مجموعه داك الشيء الدراري راه كيشوفوا المعيور اللي داروا لنا والسبان وهذا فوارن عيركم فوارن قال لكم الحسن الثاني الشكام تاع الميريكان بيع ديال الميريكان ايوا هذيك تسمع حاجه شكام الماريكان انتم عندكم حسن حنا عندنا ربي ديال الهضره ديالهم تبوسوا اليد هذه الهضره ديالهم من الستينات والله ما كذب عليك زعما انا ماشي غادي انا ما كنبغيش نحل سميتو نبان ولا ترى كي زعما ملي كنكونوا دراري بيناتنا وداك الشيء كنقول لهم كي زعما راه كيتعجب كنقول لهم راه شنو كانوا شنو زعما يعني انا
يعني من تما زاد نيت الشوفه ديالي. كاينين شي وحدين البعض اللي مزيانين وداك الشيء، ولكن واخا دابا تبدل لهم السيستيم وداك الشيء عندهم عقليه وحده وحده، يعني ما تبدلهمش، يعني عندهم هذاك الكره هذا وداك الشيء. دابا هذا هو اللي كاين، واخا تبدل كيقولوا بدلوا كبرانات وداك الشيء، واخا بدلوا كبرانات الشعب. ونزيدك واحد القضيه، حيت عاوتاني حتى واحد القضيه كان قالها الحسن الثاني، حيت كانوا طالبوا على، قالوا علاش ما طالبتيش سبتهم لينيا؟ قال لهم انا ما نطالبش على سبتهم لينيا تيوصل الفواغ باشا ديال المغربي يوصل للصبليوني. قالوا لي كيفاش؟ قالوا لي لا، الا مشيت طلبت انا دابا اي طرا لي بحال الانجليز مع الصبليون مع جبل طارق. قال لي كتسمعني سي وجيك؟ كنسمعك وي كنسمعك. قال لي لا، قال لي الا طلبتها غادي تروحي دابا الصبليوني. من داروها ريفيراندوم، داروا استفتاء، قال لهم حنا نبقاو نكازا ما نمشيوش الصبريونيين. ودابا كانوا المغاربه خايفين باش يطالبوا بسبته ومليليه، دوك المغاربه اللي تما يقول لك لا حنا نبقاو صبريونيين. دابا شوف، حنا كيشوفوا بانه الناس اللي عايشه في المغرب راه عايشه احسن منهم. حنا دابا كنامنوا بواحد القضيه خلوها كنخليو داكشي للزمن، لان راه هذيك البسمته ومليليه راه في الارض المغرب، راه في ارض المغرب، والنمو الديموغرافي راه ديال المغاربه اكثر منهم، راه بوحدها ترجع للمغرب بلا حرب بلا والو، ترجع للمغرب غير فهمتي؟ لا 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 ما تنساش بان المغرب راه كيعطيهم الظلمه هذه، راه ما تنساهاش. ها اكزاكتومون. راه المغرب الا قطع لهم الظلمه، يعني الصبريون هذه حتى من تجي تجيب لهم منين يجيبوا الماء؟ منين يجيبوا الظلمه؟ وهما غادي المغرب راه هو كيمد. شتي هما غادي، هما راه غادي يرجعوا. شتي مليليا هما غادي يطلبوا المغرب والجزائر والمغرب باش سبتهم لينيا، يطلبوا المغرب باش ياخذها مع الوقت. داكشي راه باين، لان جيوغرافيكمون ولا تعيب، ولا تعيب عليهم، فوالا ان شاء الله تعيب عليهم من يقطع عليهم كل شيء، من يقطع عليهم التهريب المعيشي وداكشي قهرهم دابا. يعني واخا دابا غيتحلوا، غيتحلوا دابا الباطو هادو اللي نافيغ وداكشي غيبقى يدخلوا، ولكن دابا تحل السلعه ما تدخلش، السلعه كتدخل السلعه بيغيمي، يعني هذاك داك الستوك اللي ما كيبغوش هما كيصيفطوه للمغرب. يعني راه كاين بزاف ديال المواد اللي كتدخل الشمال بيغيمي، راه ما ينساوهاش هادي سي الغوتي. الناس تقول يعني صراحه خاصها توعيه لهاد الناس هادو. بغيت نسو السموم للمغرب، ايوا راه كيزيفطونا هاد الديشي، زيفطونا غير الديشي راه معمرينا بلي بيغيمي بزاف، كيبدلوا غير لي دات. بالنسبه للفرق في الكميات وداكشي، والناس كتبان لهم موان شير وداكشي، كيقولوا زعما انا بروفيت. لا لا، راه سموم، الناس راه عندها امراض بزاف، الناس ما كتعرفش، يعني راه زعما مجهود دارته كبير الدوله منين سدات، منين سدات هذوك المعابر هكا دو كل شيء. سي فري سي فري سي فري. بغيت نسولك دابا، الوقت اللي لعبتو مع لازمو، مع لمسيو اورون لمسيو، وي لمسيو، انتوما هنا استقبلتوهم في لوطيل مزيان، تهليتو فيهم كتعرف الرباط، حنا سميتو كيجيو، كيجيو في احسن سميتو، يعني الحمد لله. ماشي زعما راه كتعرف فرقه كتمثل الملك، ما خصهاش تجي شي حاجه خايبه ولا داكشي. يعني لوطيل ديما كيمشيو لوطيل مزيان ديما، الماكله ترونسبور، يعني ما كاين لا مضايقات لا والو. حنا دونا لواحد لوطيل في اورون رجع على لا كوت صغيور، وكتدخل بلا سيكوريتي وكيقلبوك وداكشي، ودارونا بوحديتنا. دارونا بوحديتنا، ويعني حتى في ناحيه الماكله وداك الشيء فرق كبير. يعني صراحه ماشي نكذبوا على الله، يعني فرق كبير. ما يعني ما تقارنش سميتو، ما تقارنش المغرب معاهم. يعني واخا هكاك كما قلت لك هذاك، انا منين زعما قلت انا غادي يكون ماتش هكا، منين زعما ومع هذاك التيران ديال بوحقل ديال في واحد الكولوار كتبقى غادي طويل، يعني باش عاد كتوصل للتيران، يعني كتدوز واحد الممر واحد النفق والمعيور وكيدوزو يتفلو والسبان. لعبت في هذاك الكولوار؟ لعبت في هذاك الكولوار. واش تعلمنا من عندهم 97 الدفال والسبان والمعيور؟ ويلي السبان والمعيور. وانا هذه اللي شوكتني ديال، انا كنسمع، انا مع سميتو كنسمع، انا في دخلت التيران داك الشيء مع لعبت الماتش، دخلت كنسمع نتوما عندكم حسن، حنا عندنا ربي حسن الثاني شكا من الماريكان. هذه هي الهضره، هذه هي الهضره اللي مقررين الشعب ديالهم على ان المغرب، هذه هي الهضره اللي مقررينهم على ان المغرب خانهم، وان الحسن الثاني خائن. صراحه ما كذبش عليك، هذا الشيء اللي كاين. حتى الناس اللي كيحلفوا علينا من برا في لوطيل كطلوا داك الشيء، كيقول لك زعما كانت عندهم هذاك، كيقول لك غندبحوك وهذيك زعما هذوك التهديدات الخاوين ديالهم وصافي. يعني ما نكذبش عليك، ماشي
انا هذا هو اللي زعما بقى فيا، من بقيت غادي الشعب. كنشوفني كنشوف دابا شي مرات كندخل هكا كنصفح هكا وداكشي، كنشوف هذوك المعارضين ولا شي حاجه، هذوك بحال كان عندي واحد الالمام شويه، هذاك زيطوط ولا هذاك عبود ولا هذوك هذوك كلهم كاملين تكيت عرفه واحده من لا كانوا غادي وحده. كذاب. البارح كان يهضر، البارح دوز واحد البرنامج هذاك سميتو السمار، وكيدوي على واحد 14 واحد، 20 واحد شدتهم تونس، شدتهم تقريبا 14 عام وما عارفين فين كاينين. وانا راه حطيت ليه تما، قلت ليه انتوما راكم شديتو 1000 ولا 3000 مغربي شديتوهم 25 عام وما عارفهمش والديهم فين كاينين. 25 عام اطول في السجون الجزائريه كاينه. تشدو، في السجون الجزائريه تشدو تما وتشدو. راه كاين، كاين اللي في السجون مشدودين وهذا داكشي، قال لي دابا الله خرجوا، كاين قال لي حافظ مع المغرب، مع الناس كيدخلوا كيقول لك هو جزائري شنو قال، شنو يقول اسيدي، يمشي يعاود المخوش يقول على المغرب، المغرب بزاف عليهم، انا با مش بيزون دو الناس تيمون محتاجه جيري. تقول لك على المغرب، انا كنشوف المغرب بعيني. واش كل عنده مشاكل، راه انا انت سميتو غادي ان شاء الله غادي نبقى الا دخلت للسوبر مارشي وداكشي، راه كنشوف زعما السلعه ديال المغرب، غنبقى نصيفط لك دي فيديو وداكشي تشوف مقارنه وهادي داكشي، تبارك الله الخضره ديال المغرب موجوده، يعني سميتو الحمد لله، يعني المغرب راه غادي بواحد، يعني كما كيقولوا خلاهم النور، يعني هذا هو اللي قهرهم، والمغرب ما خصش يتقف حتى شي دوله، يعني كلشي المغرب دابا دايره سي روتي، راه دايره شي جزيره بغيت شي بغيت راسه. نسول بغيت نسولك دابا، نقدر ندوز هاد التيموانياج ديالك ولكن ما نعطيش السمية ديالك. ما كنسمعكش مزيان سي روتي. قلت لك نقدر ندوز هاد التيموانياج ديالك بلا ما نعطيش السمية ديالك. بلا ما تعطي السميه ديالك. داكور صافي، انا غادي ندوزو حيت كنت كنسجل او ميم طو كنهضر معاك ومسجل داكشي، في انا كنبان وانت ما كتبانش وما عرفتش السمية ديالك، ولكن كنشكرك بزاف، كنشكرك بزاف. علاش؟ لانك تفيق المغاربة انت، وانت لاعب سابق وتيمونياج وعشتي احداث، وهذا هو هاد الشهادات. حنا ماشي كنحرضوا على الكراهيه، كنحرضوا المغاربه باش يكونوا فيجينو، يخدموا بلادهم تكون دوله قويه، لان الخطر ديما كاين موجود من ديك الناحيه هذيك. واش فهمتيني؟ دابا هما عندهم مشكل، هما عندهم مشكل مع الملكيه، هما دابا سميتو واش بلاد كدير لاكو على اي حاجه، ابسط الحاجه ديال الامور، وبغيتي تبقى حيد الملكيه باش انت سواء الملكيه راه صمام ديال الامان، راه لا امه، ستابيليتي ديال راه البيئه، الملك حنا ودي ديال الملك ديالنا راه جامع امه، راه ما جا حنا ماشي دوله بحالهم، حنا امه، نو سوم ان ايتا ناسيون، ان ايتا ناسيون، ما عندناش شلوح، عندنا بربر، عندنا غير الامازيغ، راه جمعهم المعهد الملكي للامازيغ، كاين عده اشكال، العرب، الافارقه، عندنا الاوروبيين، عندنا اليهود، هذه امه، عندنا امه جامعها الملك، والامه هذه هي. تصور سي الغوتي دابا حنا ملي كنخرجوا، يعني راه كنخرجوا بلوطر رويال، يعني ديك الساعه مع لي فار كتخرج بلا سينياتور ديال الملك، يعني باش تخرج ما تخرجش من الارض الوطني، الا ما وكان ديما عندنا بان خص ديما الصوره، ما عمر ما تدخل في شي صداع، ما عمر ما تدخل في سي شي فري، كلام، ما عمر فهمتيني، وكانت فري، يعني كانت ديما شوف الصوره. وقتكم كانت كانوا وقتكم كان الجيش الفري جيش، فهمتي؟ الفري فرقه ماشي ديال التفليه، وعطات وحنا لعابكم. خرجنا واحد الجروب من سونتر دو فورماسيون، يعني ديك الساعه كان اول سونتر دو فورماسيون دار في ديك الساعه في المغرب مع كيكليزو، يعني ديك الساعه كانت لا فورماسيون، بدا لا فورماسيون هذه على فرونسيز لا شوف، وداكشي، وخرجوا حتى منها من قبل كانت ان فري بيبينيار، هي اللي كانت ليكيب ناسيونال تبارك الله. من تبارك قبل. الله، كانوا زعما سميتو كانت وما الجيش، خدوش، يعني كانت الجيش فرقه ديال بصح، ماشي زعما فرقه تبارك الله، كان سميتو كان الفيزيك عاوتاني، دابا كانت لي فار ديك الساعه كتخدم بزاف الفيزيك، يعني فيزيك وتكتيك ديك الساعه كان بزاف كتخدموا لي فار، هذا هو اللي كان، يعني كنا شي مرات كانوا بحال فرقه كيسحابوا من الناس، راه بدلنا سيستيم، بدلنا بزاف الحوايج، راه حنا فيزيك ما كنا قويين عليهم، سي فري سي فري. يعني كانت عندنا لاباز، واحد كيدير 3 سيونس دونطريمون ماشي بحال واحد كيدير وحده. قول لي بالنسبة يعني كان بالنسبة للديبلاسمون ديالكم، كنتو كتلعبوا برا، عمركم سمعتوا شي دولة أخرى شي جمهور يعايركم بالمالية يكون يعايركم بالملكية؟ لا جامي، لا والله لا جامي، انا هذا هو اللي سميته جامي، مشيت ليبيا، لعبت في ليبيا، لعبنا في ناصر، لعبت في تونس، لعبت في المغرب، سافرت بزاف كوت ديفوار، نيجيريا، يعني درت لافريك بزاف بزاف بزاف، يعني ما عمر ما نكذب عليك ما سمعنا هاد المعيار هادي، ما عمر هادي، مشينا لعبنا مع تونس، لعبنا مع مصر،
لعبنا مع مشيت ليبيا دو سوا، يعني كوت ديفوار، مالي، نيجيريا، يعني ما عمر ما سمعت هاد سميتها، ما سمعت هاد المعيار هذا غير من هاد كما كيقولوا هاد رفاق السوق. وهذا ما وخص واحد الحاجه اللي تاكد عليها، دير ديك واحد الحاجه كدير ديك اشتاك. لا هما دابا راه كيتفلوا، هما راه ما كروش يتحلوا الحدود، يعني راه ما خصش المغرب يطيح في البياج. هما كيقولوا ما بغيناش يتحلوا، هما راه او كونتخيغ هما بغاهم يتحلوا. الشعب باغي يتحل، خص تكون ديما هذيك التوعيه ديال لا اشتاك لا لفتح الحدود. الشعب المغاربه ما باغيينش. لا شوف، الحمد لله الحمد لله، المغاربه بداو كيفهموا. النهار الاول انا لقيت صعوبه، كيقول لك هذا عنده شي عقده، عنده شي حاجه. انا ماشي عندي عقده، انا عندي واقعات واقعه ليا، واقع المغاربه حضرت ليها. انا حضرت واشتي احداث الصحراء، كنت متبعهم بحال شي ماتش. شتي حرب الصحراء متبعها بحال شي ماتش من 75. انا كان عندي خوالي في الترانسميسيون ديال الصحراء، يعني كاع المعلومات كاع، يعني سميتو كنا كنهضروا فيهم وداك الشيء، يعني كل شيء، يعني كان كاع لي ميساج اللي كيجيو من الفوق وداك الشيء، يعني كنا على المام بهم، كنا كنسميتو كنشوفو مع الوالد وهادي والعائله كان والوالد الحسن المالي. الثاني، الحسن الثاني الله يرحمه، ما كيبغيش، ما مخليش الاعلام يعطي شي حاجه شنو وقع في الصحراء، فهمتي؟ ما بغاش يفتن الشعب. فوالا، باش البنادم يبدا خدام على راسو بلا ما يتخلع. كانت الناس تموت، وكانت الناس تسجن، وكان الطيار يطيحوا، فهمتي؟ هذيك والحسن الثاني راه قال لهم واحد القضيه، قال لهم تعالى سمعتوا، قال لهم انايا بغيت الشعب ديالي يخدم، قال لهم اللي عنده اللي وارد شي حاجه ومزيود عنده فلوس الله يعاونه، ولكن حنايا الدار ما كنعطينا مساعدات لا والو، الناس تعري على كتافها. راه هذا الشيء اللي كان كيقول هو، هذه هو الهضره اللي سمعتو، يعني حنا كنا كيوصلونا وهذا وداك الشيء، كانوا جيوش كنا معاهم قرابين شويه حتى من الاصداء ديال القصر، داك الشيء كيوصلونا الهضره وهذا وداك الشيء، يعني هذا هو اللي سميتو، يعني وكان محارب لا في الداخل لا في الخارج، يعني راه بلاد ما ينساهاش، يعني المغرب راه من كنت دابا راجل الله، المغرب واحد البلاد اللي كما كيقولوا رشيد وحكيم في التفكير ديالو، وجا حتى هو شي دوله اللي دايره بحال الجاره ديالها اللي كنا تصدع، ولكن المغرب حكيم في الدبلوماسيه ديالو، حكيم بزاف ديال الحوايج. او حنا واحد القضيه، حنا دابا اللي عندنا غرض به هو المغربي يعطي قيمه لبلادو ويخدم بلادو، لان باش نقضيو على هذا العدو راه ماشي نتحاربوا معاه ولا، لان سين فيروس. لا خصنا نتقوى اقتصاديا ونتقدو. المغرب الحمد لله اليوم دار عده اتفاقيات ديال صناعه الاسلحه المتطوره، وفهمتي، واعاده تاهيل فولي زينيوري، حيت هما يزاكسبت ليميلياسيون، هما دابا هادوك لي طابور اللي كيديروا كي سميتو راه سين، هذيك ايميلياسيون، هذيك راه هذاك هو الدل، هذاك هو الدل. واش لاكو هذاك هو الدل؟ انت كطلب كترضى بالدل وباش تشكر الكبرى، انت باه هما راضيين بالدل، خص دابا المغرب ينيوغي هذا الشعب هذا ويزيد قدام ويدير ديك اشطاق، ما نحلوش لا حدود لا والو، وصافي بنادم طرد وطني. انا ما نكذبش عليك، انا وطني حتى كما كيقولوا حتى النخاية، يعني انا زعما الحمد لله راه انا هناك سميتو عارفين بان وخا كما كيقولوا عندي لا ناسيوناليتي ولا هادي، مغربي مغربي، يعني القيمه ديال سميتو، وتبارك الله مغاربه، انا ما نكذبش عليك زعما صراحه راه ما تقارنوش مع الجزائريين، انا مسؤول، يعني كنهضر معك مسؤول رياضي، ودوزت دي زالجيريان عندي، ترينيت بيهم، دوزتهم لا في الفئات الصغرى لا في لي سينيور وداك الشيء، يعني راه قليل اللي كتلقى سميتو، ما اغلبيه مغاربه كتلقى الاداب والتربيه وهادي وداك الشيء، يعني صراحه حتى هما كيفرقوا ما بين مغربي وجزائري. اكزاكتومون، سي بور سا كيمشيو يشفروا بسميه المغاربه، لا بروستيتيسيون بسميه المغاربه، لي ديل بسميه المغاربه، لي ديلر ديال الحشيش بسميه المغاربه، لي سكوندال بسميه المغاربه. هذيك دي مغربه، دي مغربه دابا كيبغيو يدخلوا في ديك مادة. لا لا، حنا ماشي مغربه، شوف هاد تونيزيا ان الجيريا يا ان ماروكا يا با ان مغربي. فوالا، يعرفها راه كاينه ماروكا، راه ماشي مغربي. دابا هما كيبغيو يتلصقوا في هذاك الشيء كيقول لك مغربه، لا لا لا، انا شوي ملي كنسمع شي واحد انا كاع كيقول هذاك الشيء نقول لا لا شوي ماروكا، ما تقولياش سميتو خصو هذا. حتى دابا هما كيبغيو يتخشوا معاك في الساك. صافي لونتون كيدوي على المغرب العربي، وانا كنت ضد هذه حتى في الابحاث ديالي في ايامات الدراسه، كنت كندير ليكونومي، كان لان درت انا لاتيز ديالي بحال الملك الله يطول عمره، حتى هو دار لاتيز في التكامل الاقتصادي المغاربي،
وانا بار كوانسيدونس انا دوزت انا في ذاك الوقت و لو كومبليمونتاريتي ايكونوميك دو لافريك دي نور دو لافريك دي نور. وسولوني قال علاش ما درتش المغرب العربي، قلت لهم لافريك دي نور راه ما فيهاش غير العرب، فيها اليهود، فيها الامازيغ، فيها الافريق، فيها لي زوروبيان، فيها كل شيء. والمغرب كاين ان سال نو هو المغرب اللي عندنا حنا، شي الاخر يسابي لالجيري، لا تينيزي، لا ليبي، لا موريتاني، يا غير افواغ افيك. ودابا هما عندهم غيره على بلاد اللي عندها 13 قرن، اللي حكموها الدوله الوحيده اللي جيتي تشوف زعما في التاريخ اللي حكموها امازيغ وعرب. وبغيت يعني هذه راه هذه الناس راه ما عارفينهاش بزاف، يعني البلد الوحيد اللي حكمتها حكموها امازيغ، راه حكموا موحدين مرابطين سعديين، حتى العلويين دابا اللي وحتى دابا حتى دابا شوف كتنتقل الحكم من امازيغ وعرب. حتى دابا حتى دابا كنظن حتى دابا لي جينيرو كلهم كانوا ريافه. اوجوردي لي بارلمونتير لو برومي ماشي مينيس ريافه، وتا من الاطلس، من الاطلس زمور زمور فوالا. المهم المهم دي دي بغ دي بغبغ دي بغبغ دي ازامازيغ دي بغبغ فوالا. واوجوردي واوجوردي ملي حلينا عينينا وحنا نشوفوا الامازيغ دي مينيستر دي بارلمونتير هو داز داز بيان بلاسي بيان بلاسي الحمد لله. لا شوف حنا ما عندناش ديك، شوف حنا ما عندناش ذاك المشكل ديال امازيغي، عندنا عايشين سوسي، ما عندناش ما كانش والو. وحنا عندنا الجنوب عايش مع الشمال، هما الجنوب كان ديك الساعه ما يقدرش يعيش في الشمال. دليل انا كنهضر لك دابا على خل دابا ليكول، انا فاش دخلت ليكول السونتر دو فورماسيون كانوا معنا الدراري من الراشيديه، من اكادير، من الناطور، من الحسيمه، يعني كان واحد الميلونس سبحان الله ديال يعني الثقافات. كانوا الدراري معانا ما كانوش كيهضروا بالعربيه، كيهضروا بشي الحرف. اكزاكتومون يعني ما نكذبش عليك، والدراري تعلموا داكشي زعما واحد الميلونج. الحمد لله دابا المغربي كيتادابط، يعني ما كاينش مشكل. حنا ما عندناش دابا هذا عربي هذا امازيغ هذا سميتو، حنا على حنا على رايه وحده، هي كما كيقولوا الله الوطن الملك، يعني هذا هو اللي خص بنادم يعرفه. يعني ما يقولش غير دابا بنادم دابا كيصحابو سميتو، دابا كما كيقولوا كيصحابو راه المغرب المغرب راه غادي غادي بلي مويان ديالو. ما غاديش تقارنوا مع اوروبا، ما غاديش تقارنوا مع سميتو، ولكن الحمد لله من ناحيه ملي كتشوف لي زوتوغوت، ملي كتشوف لي زوتيل، ملي كتشوف لو مود دو في ديال الناس كيتبدل، ملي كتشوف لو شوا اللي ولا عند الناس، عندك 10 دراهم تاكل، عندك 50 دراهم تاكل، عندك 100 دراهم تاكل، يعني ما ماشي يعني كلها غادي على النيفو ديالو، غادي على المستوى ديالو. هادشي كنقول انايا، انا كتعجبني شي حاجه 5 دراهم كنمشي ناكلها ب 5 دراهم، يعني ما كاينش شي مشكل. بغيت نسولك دابا ملي هضرت جبتي الماكله، لي بارون ديالك ولا اللي كانوا اللي عارفين الجزائر، كيفاش كانوا يعرفوا الطياب ديال الجزائر؟ كيفاش كان الطياب الماكله ديال الجزائر؟ الطياب ديالهم مر مباسل ما تاكلوش. لا بكري الوقت اللي كانت كتعاود لي نسيبه القديم 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 كتعاود لي نسيبه. انا غادي نجيب لك لي ديتاي مزيان وداك الشيء، ما كاين حتى مشكل. كتقول لي والو، قال لي راه والو ما تاكلش الماكله ديالهم لا حتى شي حاجه، لا صوص بلونش وهادي ما كيعرفوش، تعلموا كل شيء من المغاربه على هاد العراسات اللي ولاو كيداروا تنكافت وبالباسات والماكله ديال العفه، كيديروا مع كيديروا في حالنا كيجيو تاني على كيجيبوا نقافه. واش كيجيبوا نقافه جزائريه؟ نقافه مغربيه، خيطور مغربي هو اللي كيتقدى لهم، هو اللي كيدير لهم كل شيء، يدير لهم الحمبرقوق، الدجاج، يدير لهم السفه، يدير لهم سميتو. ما عندهمش هما عندهم دي كاتو ديالهم وهادي وداك الشيء، ديك السلابيه مقروط وهادي وداك الشيء، هادوك سميتو، ولكن ما عندهمش هاد سميتو. وكما كتقول حتى انت ما عندهمش هذيك الثقافه الملكيه. حنا عندنا هذيك الطيفور وتهز وتلباس وهذه داك الشيء، هذا الشيء ديال السلاطين، هذا الشيء ديال الموحدين ديال دابا. داك الشيء بان لينا مباشره استقبال ديال حاشاكم، استقبال ديال الوزير ديال الطليان، وما دايرينش ما دايرينش نفس البركه اللي دارها الملك الله يطول عمره وولده. فهمتي كيفاش دايره البركه؟ شو لا ديفيرونس؟ حنا اون ترونسمي نوتر كولتور، الثقافه ديالنا اون ترونسمي اترافير نوتر كويزين، اترافير نو ريسبسيون، كيفاش استقبل الناس، كنوجهوا الناس نقول لهم ها الثقافه ديالنا كي دايره. هما تلاقاو في طابلا ديال بكري، داكشي ديال لا فرونس، داك لو بونكي ديال الفيلاجات، ديك البركه ديال الفيلاج، شتيهم كيفاش بركه مع الوزير، مع وزير طوابل، واحد حدا واحد بحال حدا الريفيكتوار ديال لافاك. دابا حنايا دابا حنا هنايا دابا الدراري ولادنا وداكشي لباس مغربي، يعني كيلبس الاعياد كيلبس الشابادور، يلبس الجلابه، يلبس هادي، يعني حنا التقاليد ديالنا شادينا. حتى هما ولاو يلبسوه يقول لك حنايا ديالنا داكشي. لا واخا واخا كيلبسوا داكشي، ولكن عارفين هو قد تقريبا عندنا دابا دابا لا جينيراسيون الدراري جايين داكشي عارفين كلشي ديال المغرب، ما عندهمش هما حتى شي حاجه.
دابا اغلبيه الديور كتدخل تبارك الله الديور كتبقى عندهم السال ديال اليدين، كتبقى عندهم الطاجين، كتبقى عندهم سميتو جيبي لك سعاد المغرب يعني كيفاش عليك معليش تقارنهم معانا. هما كيقول انا راه هضرت انا واحد جزائري قال لي غادي نجيب لك سميتو نجيب لك البسطيله، انا قال لي نجيب لك سميتو نجيب لها رفيسه. ليه رفيسه؟ قال لي ليه رفيسه؟ حنا رفيسه؟ قلت لي حنا راه بسميتو بالدجاج وهاد. قال لي لا رفيس، عندهم واحد الحلوه كيديروا سميتها رفيس حلوه. قال لي واش هادي هي سميتو؟ قلت له حنا رفيسه. قلت لي واش جاب رفيسه؟ دابا كيدوق كاع اللي كادو ديالنا وداكشي. انا كنعرف هادي جاي كيدوق كادو، كيعرف كادو ديال المغاربه، كيعرف كاع بالي عرف بريوات، يعرف ديالنا كلشي ديالنا. يعني ما واش واحد دابا هما شنو طرا لهم سي الغوتي؟ دابا هما دابا واحد البلاد استعمرتها تركيا 315 عام، جات ليها فرنسا، يعني ما عنده لا باس لا والو، ما نوض خصو باش يولي مسلم يتسمى مسلم خصو يشد في التقاليد ديال المغرب. دابا حيت هما ما عندهمش، دابا باش تسمى دوله اسلاميه خصو ينقل من المغرب باش يلاه يدير، ما عندهمش لا هويه لا والو. راه قال لهم ماكرون، قال لهم الا بغيتي نكتبها لكم هادي ما تقولهاش بزاف، قال لهم الا بغيتي نكتب لكم الاستوار ديالكم بالعربيه والفرنساويه نكتبها لكم. دابا كنسمعك كنسمعك. قال لهم الا بغيتي نكتبها لكم بالعربيه ولا بالفرنساويه هادي راه اهانه في حد ذاتها، هادي يعني لا لا هما شوف هما فرنسا ما كيعايروش فرنسا، كيعايروا المغرب، كيعايروا المغرب وحاقدين على المغرب حيت المغرب اللي استعمرهم. والمغرب راه بالعكس، المغرب راه علمهم ثقافه وعلمهم ان مود دو في وبدل لهم حياتهم، راه الى كونتريبي يعني ريفوليسيون سوسيال عندهم، راه ما كانش عندهم اتجاه، بالخصوص الغرب ديالهم، الشمال الغربي والجنوب الغربي. الا مشيتي لبشار والثوره وقنادسه وعباد لا ومشيتي هبطتي تلتين دوف كاع اللي هي كانت مغربيه وبالشركات مغربيه، وهبطتي تلمسان ومغنيه وعين فزا وبني وعزان ومليسه. انا فوجدان راه لعبت مع رقاد، لعبت مع الخط مزود، هذوك لعبت في الجزائر، لعبت مع شي جزائريين، راه عشتهم انا عشرتهم انا فرقه. انت دابا كتعاود لي كتقول لي في 97 سبوكم في لي كولوار وقلبوكم في الديوانه، قلبوكم مزيان وقلبوكم في لوطيل. لا الديوانه كنا سميتو، لا الديوانه دخلنا ديريكت، لا كليك في لوطيل اللي كيقلبو في لوطيل، قلبوكم بحال الديوانه. قال دايرين هذاك الباغيه ديال لا سيكوريتي ديال كيدود لك هذيك سميتو كيقلبك باش كتدخل. يعني ما يقولش كانوا دارونا في لوطيل بوحديتنا، داركم في لاكورنيش حدا فروند مار كطلعوا على البحر. هذاك لوطيل اللي جا ما بقيتش عقل، جا في واحد لا ديسونت، واحد لا بونت، واحد لا بيطه. تما سميتو. دابا انت واش غتعاود هادشي؟ ماشي مسجلو؟ لا مسجل. انا كنبان وكنهضر معاك، ولكن السميه ديالك ما معروفاش. سميتك ما كايناش. ولكن الصوت ديالي يقدر يتعرف. وانت مالك كتخون؟ راك مالك انت مغربي انت الصوت ديالك اللي كيسال شي حاجه. دابا هذا هو اللي خص، دابا الشعب خصو يوعى في هادشي دابا وصافي. دابا حنا من نوجهوا هذا الخطاب، حنا راه ما كنوجهوش ليهم، كنوجهوه للمغاربه. هما كما قلتي نديروا كي الحسن الثاني اون لي زينيور، حنا هما اون لي زينيور، هما ايسون ايسبيرس. حنا ننساهم، حنا كنهضروا مع المغاربه ديالنا باش يعرفوا على انهم راه ما عندهمش جار. والكلمه اللي قالها الحسن الثاني الله يرحمه، ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. وراك شتي دابا انا لاحظتو في لي ديسكور ديالو اشاك فوا، يعني ما كنتش بان باش تمشي شبه الناس. عاوتاني فحال هادشي ديال الرياضه هادشي طاري، بحال دابا كتقول لي زعما انا الا مشيت نهضر مع اللعابه ونوصل الفرق اللي مشاو لعبوا تما، يعني راه يعاودوا لي الخبايا، يعني راه كاين بزاف ديال الحوايج غير اللعابه راه ما كتجيهمش فرصه باش زعما ما بغاوش يهضروا في هادشي. يعني ما عرفتش شفناها انا شفتو حياتي كامله، ولكن المغاربه راه شافوه في كاس العرب، حرقوا الاعلام ديال المغرب، فهمتي؟ وكيجبدوا يتصوروا علينا باعلام ديال فلسطين، كيجبدوا الاعلام فلسطين بحال هما اللي هازين فلسطين. ما كانش هازين تا راسهم. في كاس افريقيا قال لك حنا درنا لهم السحور، سحرنا ليهم وجابوا الراقي وحرقوا لنا الاعلام.
عاود في مع قاسامه قال لك حنا اللي يعني حنا تفرجنا في الماتش، حنا دابا حنا ولاد الكوره يوم يلعبوا الشعب ديالهم هما خصهم ديما يلقاو واحد شي حاجه اللي علقوا عليها سميتو. دابا هما كما قال الحسن ثاني في واحد القوله قال لك تبي با افونسي دي زارغيمون دو بون شوا فاس ا دي جون دو موفيز فوا اكزاكتومون. سوء النيه العقليه ما يتلاقاوش مع الوقت، الا شتي تهضر معاه تقول غادي يولي معاك وداك الشيء، ما عمر ما يقول لك الشحره مغربيه قليل اللي كما قلت لك تلقى الاصل ديالو شي من المغرب. ما شوف هما شوف هما الهدف اغلبيه ما يقول لك سميتو وخصو ديما هو يجبد لك ديك اللعبه ديال هذا كيشوف كيهضر معايا مغاربه كيقول لي شو عليها كيقول لك واه كيقول لك فاتات وداك الشيء، يعني كيبغيو ديما يجبدوا لك زعما النقطه الصعب. ماشي هما راه عندهم ما عندنا تنظر هما راه اوتوريزي راه ما تنساهاش هذه هما راه عندهم بانه سميتو لي ميزون كلوز يعني راه اوتوريزي عندهم. شوف كنت في انا كنبقى نجبد ليهم راه نحشم، عندي عائله زيرالدا ونجبد لهم البلايص اللي كاينين والله العظيم الا فاتوا العالم كامل. وكاين دي كابانو في لي زونفيرون دالجي، سير دخل نهار كامل كلها بروستيتيوشن، خلينا من داكشي اللي عندنا حنا عارفينهم وغير البوغديل ديالهم شفناهم كنا صغار وندخلوا نشوفوهم داكشي كبروا فيهم، ماشي اليوم يجيو يعاينونا حنا بلا بروستيتيوشن. هذاك شوف هذيك سيتي ليست عطيتها لهم قرينهم فيها، كيهضر معاك المروكي قول ليه سبتهم ليا. هما لا تاكتيك ديالهم هادشي الغوتي، هما لا تاكتيك ديالهم دابا حسب كيديك موطور ملي كتسب ليه فمو كيبغي ينقد لك لواحد اخر، كيبغي يخلق لك زعما الاوراق. عندهم اي ليست، عندهم التسبيح، عندهم الصحراء الغربيه، سبتهم ليا صهيين تطبيع هي سي الغوتي علاش تما الصحراء الغربيه؟ حيت الملك هو اللي انسيستا باش قال لهم بان راه جات نيت صحراء غربيه، حيت قال لهم كاينه صحراء شرقيه كنسالوا فيها بالشعر وكنسالوا فيها الاراضي اخرين، ولكن علاش راه ملي تحت بروتيكت الامم المتحده راه تحت بانهم صحراء المغرب اللي حط الصحراء المغربيه. اللهم شوف الحسن الثاني اللهم سماها الصحراء الغربيه ولا الصحراء السبنيوليه كان ذكاء. وثاني حاجه حنا كي دخلنا الصحراء وباك ترى كان عسكري والعائله ديالك كانوا عسكر، راه الدرابو اللي هبطناه راه ماشي ديال البوليزاريو ديال الجزائر، مي الدرابو ديال الاسبان، الدرابو ديال هو اللي هبطناه وطلعنا الرايه المغربيه، وديك الرايه هذيك الرايه راه قاتلاهم، راه هي اللي كيحرقوها، راه محناهم لان محرومين كيشوفونا حنا عايشين، هما محنين معذبين بالرغم من الغاز ديالهم والبترول ديالهم والحرب اللي فرضوها علينا 25 دوله محاميه علينا، وحنا ديما بخير وما كندخلوش هاد الامور، حنا ما كنسبوهم ما كنعايروهم، ديما المعيور يجي منهم. ولكن واحد الحاجه اللي فايتينهم بها حنايا سي الغوتي هي ديال باننا حنايا انا ملي كنشوف بحال دابا بحال الجاليه اللي كاينه هنايا والناس اللي اسطالين هنا وجالسين يعني عندهم ثم البال في المغرب، يعني انت ملي كتشوف تحولات وكلها دابا هز عائله، يعني ملي كتلقى واحد راه عندنا ديك لا سوليداريتي اللي ما عندهمش، حتى ملي كتهضر مع الجزائري كيقول لك ما كنفهمش شي حاجه وما عندوش الحق يسافر، يعني ما عندهمش لي ترونسفير دارجون. واش عندهم انت ما عندهمش حتى لي بونك باش يزيفط، ما كاينش حتى هو ستارينيون بحالنا ولا هو فكاش ولا ما عندهمش لي بونك هنا لا والو، ما عندهمش لي بونك في فرنسا. حنا عندنا تحويلات دابا تبارك الله المغاربه اللي في الجاليه راه كتصرف واحد 10 المليار للمغرب، يعني راه ما تنساش هذه، يعني الناس راه باش تلقى يعني بنادم كيقول لك انا مشيت ولا بقى دابا بنادم سميتو ولا هو شوا، يعني ملي كتسمع بنادم خرج لبرا ولا هادي انا شي تكملت الكارير ديالي هنا وداكشي شهر شوا كان جلس وداكشي، ولكن انا ديما عندي مشاغل ديالي في المغرب وداكشي، يعني ديما بالي هنا وله، يعني ديما كيما هذاك الناس كتلقى مغربي هنا كتلقى ديما كيصدر يسال البلاد ديما مع البلاد ديما سوليدار مع البلاد. تبارك الله. وهذه ما عندهمش. لا شوف راه مذكوره هذه، ولا بغيتي كاع بغيتي تاكد ندير لك لي ديسكور ديال المرحوم الحسن الثاني طيب الله وطاره، كان عطي واحد الاهميه كبيره للجاليه المغربيه في اوروبا، وكذلك حاليا نفس الفكره ديال الابن ديالو لو جيني اللي الناس حاسبينه، هذاك راه راسو طايب بالقرايه فهمتي، هذاك راه جن ديال الجنون ديال القرايه لو جيني سيدي محمد الله يطول عمره، حتى هو اهميه كبيره وبالغه للجاليه المغربيه. وحنا كذلك كنقولوا المغاربه هنايا الجاليه المغربيه من جهنا هذاك الشهر ديالهم ما تضايقوهم،
استعطوهم جميع التسهيلات. محمد سادس لان ما عارفينش بزاف، ما عارفينش بزاف بانه سانوم دافير. بيان سير محمد سادس بيان سير راه بيان سير، يعني هذا هو اللي سميته وعرف بان قوى البلاد ديالو، يعني باش تجيب ست مرات خاصك اجازه، خاصك تجيب تكون عندك يد عال اذا كاليفي. يعني انت ملي كتشوف، انا كنشوف دراري دابا، انا عندي لعابه كيفضلوا يمشيو يدوزوا فاكونس في مراكش في اكادير. شتي سيدي محمد الله يطول عمره، باش نقول لك واحد القضيه، لي زوروبيان كاملين كيعرفوا بلي سي تان بيزنس مان، اوم دافير انتيليجون، عاطين واحد القيمه كبيره، وكانوا نوماوه لوم دو لاني، لاني 2020 2021 كان هو لوم دو لاني، هو اللي تعين وما تصرفتلهمش. والمغاربه حنا نو سوم جينيتيكمون، نو سوم دي ترافايور جينيتيكمون، في لي جين ديالنا فينا حنا كنخدموا وكنفكروا وكنكريو، نو سوم دي كرياتور. حنا هاد لاغ اللي داير في العالم، لا ماروكينري، لا بازار دو البازار والماروكينري اللي باغيين يخونوه، سميتو ماروكينري، معناه ما يخونو فيه الكوير والنحاس والنقش والخزف والقبص، كلشي هذا سي لا ماروكينري، كلشي التراث المغربي دون لاركيتيكتور ولا دون لا كويزين ولا دون اللباس راه ماروكان، واخا ما عرف شنو يديروا ليه ما يوليش ديالهم، ما يوليش وما يقدروش يديروه قدام العالم. دابا رجل العامل ديال المغرب سان كرياتيف، يعني كيكري لي جوز، يعني كتبقى كي اميليوري، كيدخل لا موديرنيتي على بزاف الحوايج. يعني راه ما غاديش يهزو كيما كيقولوا الصنعه ديال واحد، لا في الخياطه لا في الطرس لا في هذه. اش فايكلاس ديالنا حنا الصالون كيما صالون رويال، كتدخل لاي واحد كتلقى عنده تبارك الله الفراش كيدير الصالون بالجلسه الطابله كلشي. يعني صافي، انا فواحد ماشي وحدين مول الفوتي فوتو وهادي وداك الشيء اللي كيدير بحالك. شوف سنة لي دابا، نعطيك واحد لانيكدوت. انا كنت خدام في، انا اون ميم طون جيتي كادر في ليطا، اون ميم طون عندي كابينيت كونسيتين، وكندير مونتاج دو دوسي دو كريدي باش الناس تشريو الديور. ونعرف السفريوي اللي كان شاد الضوحه، كنمشي عنده شو التسهيلات اللي دايرين، كيقول لي جيب لي اي دوسي، غير بنادم غير يجي، لان كياخذ دار ب 18 مليون والطريطه 800 درهم 900 درهم في الشهر. والله العظيم كيقول لي دير لي مونتاج، قال لي غير جيب لي الناس، والله ما كيديرهم شي صعوبه، وعندهم تعليمات البنكه تسهل معاهم، وكياخذوا ان كريدي، وكيخما كيعطي التاريال، وكياخذ لابارتمون ديالو. هادو اللي شراو ساكن، وكيمشي السكن اقتصادي كتلقى فيه الصالون التربيه ديال الصالون كتلقاها في ميزون تيموا، لابارتمون تيموا فيها صالون. حنا مربيين على الصالون، اي دار واخا الفقير والغني عنده صالون، علاش؟ لان هذا كرم الضيافه، كنخصو اغلى بلاصه ديالنا كنخصوها للضيف، حاجه الغالي اللي ما كتقول لي ما تدخلش للصالون، الام ديما حاضيه الصالون، ما تدخلش للصالون. بحال الماعن كيكون عندك الماعن ديال الضياف، يعني كاين الماعن ديال الضياف وماعن ديال المونتاج ديال الكوتيديان عاديين، يعني كتخلي كلشي كيما هذا. شوف ما غاديش يوصلوا هما دابا لسميتو. دابا انت ملي كتشوف مغاربه مشاو رجعوا داروها في سيسمو، كنديروها في سيسمو في المغرب وداك الشيء باش نزيدوا لقدام، هما لا ما كيمشيش، ما كيقدرش يمشي. دابا ملي كتهضر مع الشغاله كيقول لك انا 3 سنين 4 سنين 5 سنين كاين 10 سنين ما مشاش. لا لا المغاربه كيجيو. شوف انا عندي كابيني هنا في كازابلوكا، عندي اتصال معاهم دوبي دي زاني، انستالاو لي زافير كبار هنايا، فهمت؟ ودايرين لي زافير ليه، اتونسيون، ودايرين لي زافير ليه، ودايرين لي زافير في لافريك. شوف المغاربه ميريت لو ريسبي دي موند اونتي، ما كيدخلوش شؤون الغير، ما كيدخلوش في السياسه، كيخدموا حادين راسهم. تصور المغاربه ما عارفينش تاسكي سو باس اونتخ لو ماروك و الجيري، ما بغيتش يدخلوا راسهم. كاين ناس واحد اخرين، ناس خدامين ساكتين. حنا الوعي اللي بغينا نعطيوه، حنا ما يهموناش هما، فهمتي؟ خلاها الغيوان، ما يهموني غير رجالي لا ضاعوا، الحيوط الى رابوا كلها يبني دار، وخريبوا وداروا حنا عاودنا من الزيرو وحاربونا باش ما نزيدوش القدام، وزدنا القدام ورحنا زايدين القدام، وراهما سي سون تو لي باردون، ايزون بيردي ان موفي فوازان، ان بون فوازان، هما موفي فوازان. كتمشي كوت ديفوار، نيجيريا، كتمشي لهادي راه كتلقى لي شادي الكوميرس، شادي مغاربة على افريقيا كاملة. رانا الجوامع صلينا في الجوامع، لا في مالي لا في كوت ديفوار، داكشي داير النقش مغربي، يعني في لافخيك، راه الناس ما عارفينش دابا بزاف، في لافخيك راه كاينين لي كوميرسون مغاربة، الجوامع مغاربة، كاين حلال، كاين كلشي. لا نشوف المساجد اللي كاينين في افريقيا كاملين
باليد المغربيه وبالمال المغربي، هذه ما نهضروش عليها، لا وقت الحسن الثاني ولا وقت سيدي محمد. حنا شوف، انت فورماتور دابا وكتكون، انت كترونسميتي هذيك الطاقه الايجابيه ديال المغرب. المغربي عنده طاقه ايجابيه، الا بعد العدميين، بعد العدميين اللي ما كيخدموا ما كيديروا والو وباغيين هكذا وتمونجي نقلوها من بلاد البترول والغاز، فهمتي؟ بلاد وهنا وهنا فرنسا سي الغوتي، يعني راه كتعرف لا مونتاليتي فرونسيز، يعني راه ما كيحلولكش الطريق، زعما راه خصك اذا كان كيدير 100% حتى راه خصك دير 200%. اه خصك تكريها سي فغي، تكون عندك ان بلوس عليهم. يعني الا كان الا بغيتي تبين، حيت دابا كما هو كيبقى ديما فرنساوي فرنساوي، فهمتيني؟ انت خصك دير دوبلي لي فوق عليه باش تشد لي هذاك البوست وتبين بانك احسن منه. ايوا من هذه كنحيوا الجاليه المغربيه كامل اللي في اوروبا، اللي في فرنسا، كنحيوها وكنشكروها. وحنا كنطلبوا من المغاربه هنايا الوقت اللي يجيو المغاربه الجاليه المغربيه، ما فهمت، نخدموا لهم جميع التسهيلات، لا في لوكاسيون دي فواتور ولا في لي زوتيل ولا في الطرقات، نعطيهم هذاك الشهر ديالهم ما عايشينش معنا وكيستثمروا عندنا وكيعاونونا، كيدخلوا اكثر من الفوسفات في الدوفيز، المهم كيعاونونا حتى داك الشهر راه هما ما عايشينش في المغرب، ما مقاسمين معاك لا هو ولا ضو ولا ما، وكيبغيو بلادهم كيعاونوا بلادهم. داك الشهر ولا شهرين يدوزوا هنايا نعطيهم الاولويه في كل شيء، لا في لي زوتيل. هذا الموضوع هذا مزيان تبقى تاكد عليه، حيت كما قلتي هذاك لو جيست اللي دار الملك ديال زعما ما كايناش هذه في اي دوله، يعني راه فرنساويين كيقول لك يعني هو خلى هذه ديسيزيون باش يهبط ليبيا باش ما يهبطو باش، ولكن هو فكر هو بان باش تحرك القضيه يعني الايكونومي يدخل بنادم المغرب، واخا نقولوا مثلا غادي يخسر ميلو، يعني راه تحرك العجله ديال الاقتصاد. اكزاكتومون. لا شوف يعني شوف من ناحيه شوف حنا يعني شوف حنا عندنا ان ديريجون، عندنا دي فغي ديريجون، عندنا زعيم، الزعيم ديالنا حنا هما الملوك، الملك اللي كنعرفوه ولد من ولد 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 ولد، كنعرفوا الاصل ديالو ديال القرون، ما نتقارنوش اخويا، ما نتقارنوش مع حاجه اخرى. الاغلبيه راه عندها 4 ديال القرون باش حكم المغرب. يعني راه دار الملك 23 هذا دابا 23. يعني بلاد عندها 4 قرون، اسره عندها 4 قرون في الحكم، واش تقارنها مع واحد ما تعرفش يدير جمله مفيده؟ شوف انا بعدا الصراحه نقول لك عندي واحد الاحترام كبير للجاليه، لان الجاليه المغربيه عايشه معايا في هذا البروبليم من الديبار، وفهموا لي انهم جايين وشايفين ديال هنا ما دخلهم داك الشيء لراسهم، كيحسبوك عندك اغراض، باغي وسام، باغي الوسام، راه عندي الوسام خديته في الخدمه ديالي انا، ما عمرني خديت لا ليسونس لا فواتير سيرفيس وعندي الحق فيهم، وديما خدام خديت في العمل ديالي 36 عام ديال العمل. اللي كيهمني انا هاد المغاربه اللي متغلطين بخاوة خاوة وكيقتلوهم من الجهه الاخرى، شكون اللي دارنا العراقيين بغير هاد الدوله اللي هنايا؟ شعبا ودوله بحال بحال، كي الحاج حمو كيحمو الحاج كيف كيف. وملايير سي الغوتي تصرفات على الصحراء، الناس راه كون دابا دوك اللي بيتشي غيمشيو في الصحه، غادي يمشيو في التعليم، غادي يمشيو في بزاف ديال المسائل. اكزاكتلي. يعني راه ملايير تصرفات على الصحراء. شوف. ولكن. شوف وغادي نفكر في واحد القضيه اللي كيدو لهاد الناس اللي كيدو على التطبيع، جابتها المناسبه. كانت مساعدات سريه ديال اليهود المغاربه، حنا كنا عارفينها ولكن ما عرفهاش كل شيء، وقت الجفاف والحرب تلمت علينا الحرب والجفاف، راه هزونا وبناونا نصف الجدار الامني ديال الصحراء، راه بناوه لينا وجهزوا لنا بلي موان دو ديتكسيون، راه الوالد ديالك راه كان في الارمي وسولو قول لي شكون اللي دار لكم اصعب حائط ديال الجدار الامني اللي دار في الصحراء اللي صعيب اللي فيه 6 متر، راه دارته دولة إسرائيل باسم اليهود المغاربة اللي كيعاونوا الملك، وعمرهم نساو الخير ديال الملك، وعمرهم نساو محمد الخامس. واحد القضية لذلك سي الغوتي، أنا كنت مع واحد سبونسور شحال هادي، وملي كان سميتو واحد ماكازا أونطونيل ديال الحوايج ديال لا مارك ديال العيالات، ويقول ولقيتو سميتو سيمو، لقيتو من كازا كيهضر معايا كيقول لي راه ما كاينش، والله ما كذب عليك أباترون، قال لي ما كاينش شحال المغرب وكيموتوا على المغرب، قال لي ما كاينش على المغرب، قال لي انا المغرب ما ننساهاش، قال لي انا ولد كازا، والله الا قال لي هاك ولد كازا. ايوا كنشكرك بزاف بزاف بزاف، السميه ديالك راه ما بيناش، ولكن تبارك الله عليك راك زعما عندك الكرونولوجيا، عندك كل شيء، المشكل اللي كنت كنهضر عليه راه عندك مجموع كامل في هاد 40 دقيقه اللي 44 دقيقه اللي درنا انا وياك، داكشي كامل عندك تبارك الله عليك، وسيرتو الشهاده ديالك ديال 97 اللي دخلتو ملعب بوعقل الحفره ديال وهران،
وسبوكم وعيروكم، وهذه جات غير سبونطاني، تلاقينا هناك دابا صدفه وعاودتي كل شيء هادشي، وهذا هذا مهم، تحسب لك في التاريخ، لان حنا كنلعبوا على توعيه المواطن المغربي باش يعرف راسه. اوكي، انت كنسيد كنقول والناس اللي غالطين دابا كيسحبوا من هادشي يلاه طاري دابا، يعني راه انت تكون سمعتيها من اللعابه قبل وهذه داكشي، يعني هادشي راه طاري قبل، يعني راه ماشي غير دابا حيت كاين هادو كيخرجوا هما كيقلبوا على المشاهدات باش يكذبوا على المغرب، ما هما راه كاملين مع السيستيم، كاملين مع السيستيم. راهو مالو سيستم، راهو مالو سيستم. انا كي كنت عايش، انا كنت عايش تماك، راه ما كانش كيعايروني الشعب، دراري صغار كيدخلوا يعايروني، دري صغير عنده 7 سنين يجي يعايرني من روكي، 7 سنين دري باقي صغير اصاحبي، هادشي كبر فيه وما عندهم الاحترام لا والو، كيصحاب هو زعما كيديك مروكي ولا كانت معنا شي مرات هادي كنقدر ندور فيها، ما كاينش مروكي ما تقولهاش هذه سميتها، انا نقول لك انت الخيريه ونقول لك شي حاجه. حيت هما خصك تدخل فيهم حتى هما، كاين شي كنوز سميته، حيت دابا هما عندهم راه معيور هذيك مروكي. الجنس المر، الجنس المر. كيبغي زعما يطيح منك ويمسك منك، شوف هما فيهم. قول لهم يجيبوا لنا هذاك بوخروبه لابس الشلابه ولابس هذه مع محمد الخامس قبل وهذه داك الشيء. ورايونا واحد قضية قبل ما ننساش الغوتي، إلا حيت أنا كنتكلم مي كنقول لك هما كيبوسوا لي الدين، أنا بغيت واحد الصورة ديال محمد السادس مع الوزير الأول عبد الرحيم اليوسفي، عبد الرحمن اليوسفي اللي مات، باش مشى بات ليه راسه. أنا بغيتك هذه الدوزة، أنا بغيتك الدوزة هذه. راه كنشوف حنا شتي حنا داكشي طقوس ديال شوف هذا غادي نشوف قمه ديال التواضع ديال الملك مشى باش راس ديال هادي في السبيطار، يعني هذا شوف راه كيدور، راه شوف راه عندي عده فيديوهات الملك كيدور في السبيطار كيبوس الريوس ديال المرضى ديال المعوقين الله يشافيهم، وكيدور ما خلا ما دار حتى كتحسب راه هو ديما وقعت اكسيدون كيتكفل بالجنازه، وقع شي مشكل كيتكفل كورونا. انا تلاقيت معانا شفتو انا زعما سميتو ما كذبش عليك سي الغوتي، يعني لا هو لا مولاي رشيد لا حتى، يعني واحد القمه ديال التواضع، واحد الدرويشيت، واحد هادي يعني ما فيه لا بروتوكول لا والو، يعني ما زعما ما كذبش عليك القمه ديال التواضع صراحه، يعني بنادم يقولها ماشي سميته هو ما كان الشعب ديالو يكون كامل لاباس عليه، راه ملي كنتبع الاميرات وداك الشيء كيقول حنا ما كرهناش حتى حنا ندوزو لي فاكونس المغرب ونخرجو بحال عباد الله، يعني راه ما كرهوش، يعني حتى هما كيتقاتلوا. ايوا تبارك الله عليك وشكرا بزاف بزاف بزاف، ونعاودوا اللقاء. شكرا شكرا، راه خدرتي خدمه صراحه، جمعتي كل شيء في مقابله، لان ما تنساش واحد القضيه، نورمالمون هذاك الغرب الجزائري ما كانش عليه يسبنا ويعايرنا، لان حنا اللي عجبنا دخلنا لهم الجلابه، كانوا مساكن عندهم صعوبه باش يخرجوا للزنقه، كيضربهم بالحجر، لان ذاك الناس تطرف كثير تماك، الجلابه سترتهم، وحنا دخلنا الفوقيه المصلين، ودخلنا الطربوش المصلين، ودخلنا لهم الجلابه المراكشيه، والجلابه الفاسيه، والجلابه الجبليه، وحنا اللي دخلنا لهم البلغه ما يعرفوهاش، والشربين ما كيعرفوش، نهضروا الواقع، نهضروا المعقول. حنا الوقت اللي كان سد عليهم بوخروبه من 63 من 65 هو سد عليهم، حتى مات سد عليهم، ما يدخل حتى واحد وما يخرج حتى واحد، راه كانت عندهم شي شركات معروفين اللي كيصوبوا لهم اللبس، كانت عندهم سوني باك كتصاوب لهم الصباط، وسوني تاكس كتصاوب لهم اللبس، وصراحه ما لبس ما يتلبس ما والو، بحال لي دالتون كلشي بحال بحال، والمغرب هو اللي سبحان الله. كيبان لك المغربي من جزائري في اللباس، وخا في الشلابه وداك الشيء، باللباس كتعرفوا ماشي مغربي، باللباس يعني، واخا وانت كتجبد لي انت كت دابا هما دابا ديك ديال يخ منو عيني فيه، فهمتيني؟ اكزاكتوم. انا نعقل، انايا الحوان حدايا تماك في سيدي سعيد تلمسان، ما عندناش العطريه، ما كناش نعرفوها كاع نهائيا، يكذب عليك شي واحد ما كانش العطريه نهائيا، حتى المؤخره ولينا كنجيبوها من المغرب. لا اصلا العطريه والله ما والله ما كانت العطريه بالله، من بعد حتى واحد المده كان ولا لو بواغ لو بواغ غير البيمون روج، هذاك الفلفل الاحمر مطحون مدقوق، هو اللي كاينين، حتى الخرقوم ما كانش كاين، والله ما كاين خرقوم، كان يجي من المغرب، من بعد عاد ولات كتجي لبسيبيسا وراس الحانوت
وقلقله وداك الشيء ديال المغرب هاد ولا كيدخل فهمتي. شوف نهضروا المعقول، ولكن حنا ما كناش، انا براسي عشت العنصريه ديالهم، ولكن كنت كنعتقد انهم تغيروا مع سقوط حائط برلين، ترى يكونوا تغيروا، ولكن مع الاسف زادوا اكثر خطوره، وهاد اللي جاي اللي طالعين دابا اخطر من القدام، اخطر لي البكري كانوا. انا كما قلت انا في الاسره ديال داكشي، حنا ما كانش عندنا ما زعما سميت، واخا دابا الدار داكشي العائله وداكشي عارفين بعدنا كنوس ما يسواوش، تعاملتوا معاهم هاد المشاكل هادي كاملين، يعني هما كانوا في ارض الواقع، يعني هما كيشوفوا شنو كاين. دابا تشوف جزائريين كيحاربوك، يعني راه عاونوهم جزائريين، راه جزائريين قتلوا مغاربه، لو مغاربه وسجنوا المغاربه اللي 25 سنه في السجون، مغاربه وكما قلت لك يتموا ناس وفقروا ناس وتكرسوا على ناس وجروا على ناس في 75 وهادي. وشوف نعطيك واحد الحادثه وقعت، الزلزال ديال الصنام ديال الشلف، فيه الحبس، فيه الحبس البرواقيه، نهار اللي رابت الزلزال، داك البرواقيه لقاو عامري بالمغاربه، هربوا كلهم الوجده، عامر غير بالمغاربه، معمرين في السجون، اش كيديروا مغاربه في السجون الجزائريه؟ مدوزين 15 عام 20 عام مدوزينها تماك، اش كيديروا؟ ها؟ هذه بلاد صابنا الله في الجوار خلال الحسن الثاني. المهم كنشكرك بزاف، وغادي نتلاقاو مرات اخرى عديده، فهمتي؟ ان شاء الله. سلم على العائله وسلم على كاع الجاليه المغربيه. السلام عليكم، الله يعاونك. شوف راه حنا عندنا الهيدامو راه لي طوال، سولو هيدامو حضريوي راه كان جا عندي حتى لي طوال، حضريوي كان جا حتى لي طوال الكبير. حضريوي الله عمرها دار حتى هو صديق ديالي، وهادي داك الشيء بعد 10 مدينه. وسلم سلم عليك الله. هيدامو عبد الله ما خداش حق ديالو، ما خداش حق ديالو اكزاكتومون. بارك الله، ما زعما ما كنتش عليك، ما شفتش شي موطور بحال هكا. تبارك الله، وراك مدرسة نجم الشباب. تبارك الله. راه هذا قال لهم فاريا، قال لهم فاريا الا بغيتي ندي البطولة والكل جيبوا لي هدامو، جابوا لي هدامو. ايوا تحيات ديالنا لهدامو وجميع الفريق المكونات ديال الجيش الملكي اللي عزاز عليا. انا كنت سيبورتر ديال الجيش الملكي، وما اليوم الجيش الملكي راه ما كاينش، فرقه ما كايناش، جمهور ما كاينش، جمهور ماشي هو هذاك. لا ما بقاوش هذوك الدراري ديال كيما شحال هادي وديال المدينه والدراري ديال سميتو تبارك الله وداك الشيء. لا ما عرفتش، حتى انا فرش فيهم انا الجيش الملكي. الجيش الملكي كان تبارك الله، بالخصوص الجمهور ماشي هو هذاك، الجمهور ماشي هو هذاك ديال الجيش الملكي اللي دار لنا ديك الروينه في لا. دابا شي وحدين دابا بحال هذيك كيشدوا واحد، دابا علاش دابا هذوك الجمهور ديال لي فار ما بقاش كيمشي بزاف، حيت دابا ولاو شي وحدين كيشوا غير يسرقوا ويكريسيو. كاين هناك، شوف كان هناك الداخله ديال السياسيين بغاو يستغلوا الظروف، ولكن هذاك من بعد نهضروا عليه، فهمت؟ كاين ولكن يعني باش تخلي قاصر ما لا كارت لا والو يدخل ويجري سميتو، ولكن دابا كما قلت لك دابا كاين شي وحدين كيستغلوا ديك الفرصه جايين باش يسرقوا، فهمتيني؟ لا كاين هناك تحريض، وكاين انت، انا راني عايش في المغرب ونقول لك واحد القضيه، كاين شي ناس دي يوتيوبر دي انفلونسور خدامين لايادي خارجيه معارضه، كتنشر غير الكراهيه وتنشر غير الحقد على النظام، ولكن حنا راه عرفناهم وراحنا كنحاربوهم بالعمل، وحنا ما نهضروش، حنا كنخدموا، حنا كنديو ضرائب وكنخلقوا مناصب. القضية سي الغوتي بأن اللي في المغاربة ملكيين، يعني باش واخا هي ما دير سميتو الناس عارفة، يعني راه كاين الشعب ديال هذا راه تقدر تأثر على واحد النسبة قليلة، ولكن أغلبية ديال المغاربة وطنيين وملكيين، يعني واحد الجحام على الملك، يعني راه ما تنساش هذا السي واخا يوم سميتو. الله يبارك عمر سيدي، أنا دابا واحد النداء نوجهه للوداد ان شاء الله في الروتور مع سي ار بي بالوزداد، بلا معيور بلا والو، الخريطه كامله للمملكه المغربيه وصوره الملك ديالنا الله يطول عمره، والله يبارك عمر سيدي بارك عليهم، صافي حنا نموتوا على الملك. انا عندي واحد الطريفه هذه طرات سميتو، كان منتخب اولمبي ديك الساعه كيعاود ليا، كان صامادي وكانوا مشاو معروضين عند الملك وولادو، وكان طار الخمش
وسميتو وطار الخليج هو يقول قال سيدي محمد قال له عيط عيط الخوادري ديالك يتصور معانا. وجاتو دار كلشي كيضحك حتى هو كيضحك وداك الشيء جاتو عادي قال لي اسمع قال لي الناس يا عمي قلت سميتو ما كاين حتى مشكل يعني ما يعني يعني الناس صراحه راه كما قلت لك راه هما تما الامان يعني راه بحال هذه تحيد هو نوت سميتو يعني راه الملك قال في واحد الخطاب قال لك لا لا قال لهم انا ما بغيتش محمد السادس ما يكونش عنده مهام انا بغيت ينوض يخدم يعني الا ما كانش عنده هذه يعني الشعب ما باغيش ولكن الشعب باغي. Là, sur les journalistes français, comment pensez-vous que va gérer votre fils la succession directe? Je voudrais que ce soit très difficile pour lui. Si c'est facile, c'est que le peuple n'a pas besoin de lui. الحمد لله ربي عطانا هاد النعمه ديال ربي نعم علينا بهاد البلاد. ديما هذيك ديال لا اللي فاتح الحدود هذه خصها تبقى دائما. لا لا المغرب شوف المغرب ما باش الحدود تحل هذه ما بلا هاشتاغ المغرب ما باش الحدود تحل كون هاني حنا شوف كنخرجوا اي وقت. دابا كيوخا كيبغيو يديروا داك الشيء هضر بالاسم ديالك انت يا الا بغيتيهم عرض عليهم لدارك. لا لا ما كانش شوف الحدود شوف انا عندي عائلتي تماك وما بغيتش الحدود تحل مصلحتهم ومصلحتنا ما باغيش الحدود تحل انايا المغرب كامل ما باغيش الحدود تحل ياك حنا 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 عبيد يبعدوا من العبيد هما اسياد يبقاو يمشيو يعيشوا مع الاسياد ايوا المهم راه كنشوف غادي نقطع لك التليفون كنبقيك بخير وشكرا على الشهاده ديالك بزاف 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 سمعتيني كنشكرك بزاف 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 وهذه غتبقى في التاريخ وغادي نديفيزيها غادي يشوفوها وكنشكرك والله يطول لك العمر ويحفظ لك الوليدات ديالك والعائله ديالك وكنشكرك وانت مغربي ديال بصح افيك لاتر ماجيسكيل ماروكان لاتر غرا ماجيسكيل بالمغرب ماجيسكيل وكنشكرك بزاف وحنا اللي كيهمنا هو المستقبل ديال الاجيال ديالنا حنا حنا دي غون بير انا راني غون بير بغيت الجيل اللي جاي يكون على بال يكون عنده الشخصيه ديالو وما يخليش حتى واحد يدوز لي على الكرامه ديالو لان حنا عندنا تاريخ وما كنتعداوش وكنقدموا غير هو ما خير البشريه. دابا هما كيقراو هما العداء بان المغرب دوله مستعمره دوله عادي دابا الناس حنايا دابا الناس ما بقاوش كيقدروا شويه يهضروا على التاريخ ديال المغرب يهضروا على المرابطين الادارسه الوحيدين كيما قرينا حنايا يعني خص بنادم يتشبت بهذا التاريخ ديالنا. اكزاكتومون خصنا نعطيو قيمه للتاريخ ديالنا لان راه التاريخ كله يعني هذا هو اللي خص الواحد ياكد عليه فاش كيهضر داك الشيء يعني خص التاريخ حيت دابا هما مقرينهم على المغرب خص المغرب دابا دوله مستعمره هما دوله هذه يعني اذا كنتي متتبع هما راه رجعوا 150 سنه ما قبل الميلاد على بوخوس وبوفوس ونوميديا راهما ما شوف حنا ننساوهم وكنشكرك بزاف بزاف على هاد الشهادة وتبارك الله عليك ونهضرو اون بريفي انا وياك. تبارك الله عليك اسير غوتي الله يعاونك. وشكرا بزاف 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 وراه النيميرو عندك وقتاش ما كان شي حاجة عيط ابيك بليز يلاه بسلامة. تبارك الله عليك اسير غوتي الله يوفقك الله يعاونك. سلامة. سمحوا لينا طولنا عليكم هذه جات شهاده هكذا ابل تليفونيك فين كتلعب فين كذا فين كذا قلت له واش تي بيرمي باش ندير هذه الشهاده ديالك اي اذا حنا هذا في الواتساب اللي عاطيه 06 25 53 92 01 شهاده من واحد اللي سافر وشاف ان داك الشيء راه ماشي ديال وليد اليوم راه قديم وحنا حضاريين وحنا فينا الانسانيه وما كنتعداوش وما كنحقروا حتى شي بشر افارقه حنا منهم وحنا منهم وهما منا كيجيو عندنا من جميع انحاء كيحسوا براسهم في بلادهم وكيديروا مستقبلهم ويعيشوا في امن وامان وهذا هادو هما شهود الاثبات وكنشكركم وتحيه للجاليه المغربيه جميع انحاء العالم تو لي ماروكان دي موند تو لي ماروكان دي موند جو لي سالي جو لي رميرسي سي دي ماروكان افيك ام غرا ماجيسكيل ا ماجيسكيل غرا ار ماجيسكيل غرا او
Moi, j'écris le gras, c'est gras, A-I-N, tout en gras. Tabarak Allah alaykoum, ou bonne journée, ou dima, Ramadan koum karim, ou moubarak, ou siyam koum moubarak, inshallah. Tabarak Allah alaykoum. Ah, j'ai oublié.